البنات، السلام عليكم. شخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. جيت اليوم نشارك معكم واحد الطبق اللي هو جد رائع، ديال شرائح السلمون بالفرن. طريقة جد سهلة. لنبدأ على بركة الله. هنا كما كتشوفوا كناخد 4 القطع، انتما على حسب الافراد العائلة اللي عندكم. هنايا كما كتشوفوا كناخد واحد الاناء ديالي اللي كيدخل الفرن، وكناخد زيت الزيتون مع 2 معلقات مع الليمون 2 معلقات، وكنحركهم مزيان حتى كيندمج ليا داك زيت الزيتون والليمون. من بعد كناخد نسيمة ديالي اللي كنحط معاهم اللي هو الزعتر، كناخد كمية قليلة ما كنكترش لان تمرر داك السمك، كنحط كمية قليلة. من بعد كناخد الزعيطرة، حتى هي كناخد كمية قليلة ما كنكترش باش ما يمررش لينا وصافي. من بعد كناخد البزار حبوب، كناخد البزار ديالي حبوب. هنا البنات تخوى ليا سمحوا ليا كنحيد شويه، لان مع الاطفال كتعرفوا ما كياكلوش الحرور بزاف. كنخلط داكشي ديالي، وكناخد الشرائح ديالي ديال السلمون، كندير ديك التتبيله كنمارينيها مزيان، كندخل فيه التوابل مزيان باش كيجي رائع. وكناخد الكميه اللي بقات عندي حتى هي نفس الشيء. وهنا البنات كنكون ديجا شعلت الفرن ديالي على درجة متوسطة، لأن البنات هاد شرائح السلمون ما كياخدوش الوقت بزاف، من 8 دقائق حتى 10 دقائق. وهنا كنكون دزت السلطة، نحضرها معاكم طبق المرافق لهاد السلمون اللي هي سلطة الجرجير بالفتة والقرقاع. هنا البنات كما كتشوفوا غناخد واحد الاناء ديالي اللي غنخلط فيه السلطه ديالي. هنا كناخد واحد البصيله كنقطعها رقيقه طويله، وكناخد زيت الزيتون 2 المعالق ديال زيت الزيتون، وكناخد الخيار ديالي نصف الكميه، وكنخلط مزيان داك الخليط ديالي باش كيتجانس ليا كما كتشوفوا البنات. البنات كما كتشوفوا كناخد داك الخص ديالي من بعد ما غسلته، لان كيكون فيه التراب والحشرات البنات، كنغسلوه مزيان وكنقطعو طريفات رقاق. وهنا كنخلط مزيان، وكناخد داك الخيار ديالي اللي بقى ليا، وكناخد مطيشة سوريز مقطع على 2 ديجا، كناخد نصف الكميه ديالي. وهنا كنعاود نخلط المكونات مزيان، وكناخد الجرجير، كناخد غير شويه ديال الجرجير ديالي حتى هو. الجرجير البنات مفيد بزاف. كنخلط، وكناخد الفته، الجبن ديال الفته، كناخد الفته ديالي نصف الكميه كناخدها، وكناخد الموتزاريلا، جبن الموتزاريلا. كنقطعو، انا كنقطعو على 4، نتوما اللي بغيتو على 2 على 4 اللي بغيتو. كما كتشوفوا هنايا انا كنقطعو على 4، كنقطعو مزيان هكا كما كتشوفوا، ونصف الكميه كنخليها. وهنا كنخلط مزيان، وكناخد واحد الاناء اللي كنصوب فيه الصوص ديالي، صوص بيستو. هاد الصوص رائع البنات، من بعد ونقول لكم كيفاش التحضير ديالها اللي بغيتو تصيبوها في البيت. كناخد معلقه كبيره، كناخد واحد المعلقه كنحطها، كناخد معاها زيت الزيتون 2 معلقات ولا 3 اللي بغيتو نتوما. زيت الزيتون كنخلطو معاها، وكناخد عصير ديال الليمون اللي هو الحامض واحد 2 معلقات، وكنخلطها مزيان، كنخلطها حتى كتولي لنا واحد السائل اللي هو ما خفيف ما ثقيل كما كتشوفوا معايا دابا. كنخلطها، نخلطها مزيان كما كتشوفوا، كتجي رائعه. كنخلطها مزيان، انا كنبغيها خفيفه ما كنبغيهاش ثقيله، نتوما اللي بغيتو. وسر الوصفه ديال هاد السلطه البنات هو هاد دبس الرمان، جد جد رائع. الناس اللي عندهم الانيميا، الناس جد رائع. انا من بعد وغنشرح لكم الفوائد ديالو كلها. هو راه حامض شويه، داك السر ديالو وداك الحموضه ديالو. انا كناخد معلقه كبيره البنات، راه هو ثقيل كما كتشوفوا، ثقيل. غناخد واحد المعلقه خفيفه، وهكا كناخد واحد المعلقه، وكنبقى نخوي غير شويه بشويه بحال هكا، 2 معلقات 3 نتوما اللي بغيتو. كناخد ديك الصوص ديالي اللي سبق قلت لكم، وكناخد ديك الفته اللي بقات ليا فقط للتزيين،
وجبن موتزاريلا حتى هو التزيين من الفوق تيجي هكا، وتناخد الكركاع ديالي اللي تيجي رائع، تعطي واحد النكهه غزاله مع داك دبس الرمان، تيجي زوين 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 البنات. وكندوزو لطريقه التزيين، كنديرو شويه ديال السمسم الاسود اللي كيجي حتى هو رائع، وكنديرو شويه ديال دبس الرمان اللي تيجي زوين هكا غير بشويه خفيف كما كتشوفوا. اجيو معايا دابا تشوفوا الطبق النهائي البنات. بعد ما وجدوا لينا الشرائح ديال السلمون خرجناهم من الفرن ديالنا، كنرافقوهم بالسلطه ديال الجرجير والقرقاع، كتجي رائعه رائعه. بالصحه والراحه.